قال صلوات الله عليه في نهج البلاغة: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع، لا يجامل على الدين، ولا يضارع، لا يخضع لأحد إلا الله، ولا يتبع المطامع، يطمع في منصب، يطمع في مال، يطمع في جاه، يطمع في مقام، يطمع في شيء من حطام الدنيا، أو يطمع بأنه هو يكون مشهورا مثلا، أو يطمع بالمرجعية، لأنه هنالك أصناف تعلمونهم، والحمد لله لقد رأيتم أحدهم أو أنتم واقفون على أحدهم في هذا الزمان الأغبر الذي نعيش فيه، أنه يسعى للأنا، للذات. أنا اللي عندي كاريزما ما موجودة عند أحد، أنا أعلم الأولين والآخرين، أنا المرجع الذي يستحق أن يرجع إلي الناس، لا المرجعيات البائسة المنحصرة في الفقه والأصول والتي تعلنها وتعلن مرجعيتها إذاعة البي بي سي وإذاعة المونت كارلو. أنا وأنا وأنا. طبعا في الروايات الشريفة ما مضمونه أنه كفى بالمرء جهلا أنه يحسب نفسه عالما، مضمون الحديث، أو كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، هكذا. فهذا رجل يسعى لتبوء المرجعية، طامع بالمرجعية. وقد قلنا سابقا، المسألة مهمة أيها الإخوة، التفتوا، المراجع العدول تأتيهم المرجعية لا أنهم يركضون وراءه. يعني سيرة علمائنا الأبرار، المراجع العظام الواجدين للشرائط، العدول الأتقياء، أنه تجد المرجعية تفرض عليهم فرضا، لا أنه هو يركض وراء المرجعية، هو يريد، يطمع بالمرجعية، يخطط لنفسه أنه لازم أنا أصير مرجع، ما يركضون وراء المرجعية، هم لا يأتون للمرجعية، المرجعية تأتيه. فهذا الذي تجده نبرته، سلوكه، سلوك الطامع بهذا المقام، هذا اعرف أنه ليس ممن يحق له أن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، أو ليس صادقا في زعمه أنه يسعى لإقامة دين الله عز وجل. لأن أمير المؤمنين عليه السلام وضع هذا الشرط أيضا: ولا يتبع المطامع.